السيراميك والخزف من أقدم الفنون في تاريخ البشرية، فالأواني الخزفية التي اكتشفت بتنقيبات الآثار كانت مزينة بالنقوش والرسوم الأولى للإنسان، أما واجهات المدن والأماكن المقدسة فحافظت على جماليتها في قطع البلاط والسيراميك الملون بالزجاج واللي ما أثر عليه الزمن وظل محافظ على لونه وشكله لآلاف السنوات. أكيد يا كريستينا، بالفعل هذا الفن الأصيل اللي بدأ تاريخه من بلاد الرافدين توارثوها الأجيال ووصلوا لفن السيراميك الفني الحديث، واللي اليوم نستضيفه يعني نخبة من الأساتذة المتخصصين من العراق ومن العرب، ضيوف العراق بمعرضهم المقام حاليا في القاعة الفنية في إحدى جامعات بأربيل. ويانا الفنان الأكاديمي دكتور حيدر رؤوف الطاهر والفنان العماني أحمد الشبيبي، ومن تونس الفنان محمد حشيشة. طبعا أهلا وسهلا بكم، نورتونا. أهلا بكم، يسعد صباحكم، سعيدين بوجودكم ويانا. شكرا على الاستضافة واهتمامكم بالثقافة وبالخزف خاصة. شكرا لكم. طبعا استاذ حيدر رؤوف، حابة اعرف من عندك انه السيراميك وهذا الفن التشكيلي هو يعني يمكن مظلوم بالعراق، ما نشوف او ما نسمع هواية عنه، انت شنو رايك بالموضوع؟ والله مع وجود كليات فنون جميلة ومعاهد تدرس هذا الفن وخريجين كثر من الكليات، وكذلك وجود فنانين رواد وفنانين مستمرين، بس ينحسر هذا الفن لأنه فن متعب، فن يراد له جهد ويراد له فترة طويلة ومواد وتوفير إمكانيات، يعني الشباب شباب الوقت يعني هو صعب، مو سهل، مو سهل، ويراد له يعني شو اسمه بال طويل، ويراد له حرفة وعلم، ويراد له فن يعني موهبة. نعم أكيد أكيد. طيب أستاذ محمد نورتنا وأهلا بك. احنا نعرف الشعب التونسي ما شاء الله عليكم يعني معروفين بالفن والغناء يعني بهواي شغلات، شلون اليوم شفت التأثير الفن السيراميك الخزف خاصة؟ هو كما كنت تقول يعني الخزف في تونس قديم تاريخيا منذ الفترة القرطاجانية إلى يومنا هذا، وبالتالي الخزف والسيراميك موجودين لحد الآن عبر التاريخ وإلى حد الآن بالبلاد التونسية تقريبا بكل المدن، واحنا لحد الان في كل المدن تقريبا هناك نسوه الملسو كما نقولوا احنا، يصنعون الاواني والاستعمال اليومي، وهناك فعلاً مدن معروفه جدا مثل نابل وجربه والمكنين بالخزف التقليدي. لكن مع هذا هناك خزافين فنانين اللي قاعدين يظهروا شيئا فشيئا من خلال التكوين، لانه عندنا في تونس العديد من المعاهد الفنون الجميله اللي تخرج في خزافين شبان، وايضا المركز الوطني للخزف الفني، لان ايضا بالاضافه اني خزاف انا مدير لهذا المركز، نقدم فيه تكوين وقاعد يقدم اضافه كبيره جدا في ميدان الخزف في تونس. نعم حلو. طبعا احنا ايضا حابين نعرف من عندك استاذ احمد انه انت القطعه اللي شاركت بها بهذا المعرض يعني شفتها كنت شايلها كلش حلوه، حابين تحكي لنا عليها اكثر وهذه صممتها لهذا المعرض خصيصا؟ نعم، في كل مشاركه انا احب اقدم شيء جديد الحقيقة. الفترة الأخيرة مرتبط بظروف الدراسة وكذا، فكنت كثير مضغوط، فحبيت قدر الإمكان أقدم شيء جديد، وغالبا أعمالي تتناول قضايا معاصرة. نعم. وبعضها يتناول. طبعا أنت حضرتك أيضا تدرس الفن التشكيلي بعمان وأيضا بمصر صحيح؟ لا في تونس. في تونس. نعم. ما شاء الله. بعض الأعمال تأخذ من طابع التراث العماني، لذلك أخذت قطعة أخرى تحكي عن الرموز التراث العماني والعلاقة بين التراث العماني والتراث الرافدي يعني أو العراقي. نعم. وبالإضافة لهذه القطعة التي تتكلم عن قضايا المعاصرة حاليا. نعم عشتيبك. طيب دكتور حيدر نرجع لحضرتك. الأسبوع الفات مراسلنا عمار من بابل كان ويا حضرتك بمشغلك بالمشغل اللي بالحلة. نعم. شفنا السيراميك وشفنا شغلات الكلش حلوة بيها، طبعا احنا نحييك على هالشغلات. شكرا. الجميلة والنادرة طبعا. شنو الإنتاجات وشنو ناقصة؟ شنو أكو لازم تضيف له؟ يعني احكي لنا أكثر على المشغل. والله المجال يعني صحيح هو يحتوي على كل ما يحتاجه الخزاف. نعم. وهو مكان للجميع يعني مو بس مشغل لي خاص، كل اصدقائي وزملائي الخزافين يجون ويشتغلون، ويجون طلاب احيانا يتدربون ما شاء الله، او عندهم مشاريع تخرج ممكن ينفذوها يمي. حلو، يعني انت ما شاء الله عليك حتى تقدم انه للطلاب انهم يقدرون يجون يكتسبون خبره. يعني نعم للطلاب وحتى للهواة يعني يجون يتفرجون يباعون. السيراميك يعني
مو بس حرفة ولا شهادة ولا دراسة، موهبة بكل شيء. الخزاف يعني يكون ملم بكل الأشياء، أكيد طبعا، لأنه ده يتعامل مع طين وده يتعامل مع التراب وماء وشمس وحرارة، كأنه كل مفردات الكون هو ده يشتغل فيها الخزاف. نعم فعلا. وبعدين حرفة لها علاقة بتكوين الإنسان، الطين نفسنا احنا خلقنا من الطين، أكيد المواد هذه التركيبات الزجاج نفسها موجودة جسمنا وبعظامنا فعلا، فاحنا يعني من التراب وإلى التراب مثل الماء، فهذا قريب إلنا يعني. حتى فعلا. حتى الاستعمال بأواني الطعام فهو كل صحي أصح من البلاستيك والمواد الأخرى والبدائل. وحاليا العالم أصبح خزف، العالم كله، لأنه به مواصفات عجيبة غريبة الخزف، لأنه سهولة وجوده بكل مكان، الطين موجود بكل مكان ورخص ثمنه، ثمنه رخيص وموجود بس به مواصفات، يتحمل حراره ويتحمل ظروف جويه ويتحمل حوامض ويتحمل قواعد، ولذلك دخل بصناعات واسعه مثل صناعه الاسنان والجبائر وصناعه البلاط الكيميائي والى اخره. الخزف يحيط بنا بكل مكان فعلا. نعم. اكيد طبعا أكيد. استاذتي اساتذه احنا كلش سعيدين بوجودكم ويانا، راح تبقون ويانا، احنا راح نحكي بعد اكثر وياكم، ولكن راح نروح فاصل صغيروني مشاهدينا وبعدها راجع لكم. اذا مشاهدينا رجعنا لكم حتى نسولف اكثر ويا ضيوفنا اللي نورونا داخل الاستوديو، وراح اروح هسه واسال الاستاذ محمد. طبعا يعني حابه اعرف من عندك شلون توصف اعمالك والقطعه الحلوه اللي انت جايبها ويانا، شنو توصف، شنو شعورك بيها او شلون سويتها همينا؟ بالنسبه للعمل بتاعي انا مساحات من الفضاء اللي نشتغل فيه، انا اشتغل في كما قلت لك مدير مركز الخزف الفني الوطني للخزف الفني. نعم. موجود داخل معلم تاريخي عمره اكثر من 500 سنه لصاحبه ابو الفضل قاسم بن احمد الصدفي الفاسي، هذا الرجل كان خزاف ورجل دين، وايضا ترك لنا معمار جميل جدا من الناحيه المعماريه، اندلسيه مغربيه حفصيه، فيها طابع وفيها ايضا روح ديني وصوفي وتاريخي كبير جدا. انا تقريبا من انا طالب كنت موجود في هذا الفضاء، وبالتالي تاثير هذا الفضاء في الاعمال نتاعي موجود من خلال هذه النقوش والخط العربي. يعني دا اشوفها هيك كانه اكو قطعه فنيه، يعني اعمار انت حاطه، يعني دا اشوف على الطرف الثاني انه هي القطعه واحده بس اكو شيء همينه من فوق، وحتى يعني بها هيك ظروف صغار، حتى الوانها يعني كانه سمكه، شلون هيك لونين تنطي مثل صدف. هي بالنسبه للتقنيه مستعمل تقنيه الراكو، وهي تقنيه يعني تعطي جماليه كبيره برشا من خلال، وخاصه عند استعمال اكسيد النحاس. اكسيد النحاس من خلال عمليه الحرق والتدخين، وهوني فما شويه خبره في التقنيات كيفيه التعامل مع التدخين. احنا ناخذ القطعه من الفرن في 1000 درجه ونضعها داخل الخشب او الاوراق الشائحه اللي تعطينا التدخين هذايا، وتعطينا نفس هو تقريب نفس اللون اللي تشوف فيه، هو اللون المفروض يكون ازرق في عمليه الحرق العاديه، لكن هنا يتغير من نحاسي الى ذهبي الى ازرق، وهذا الخاصيه في العمل هذا. بالنسبه للشكل بصفه عامه، انا فما ثلاث مصطلحات نستعملهم في الخزف، واللي بالنسبه لي اذا كانوا ما يكونوش موجودين ما ينجم يكون فما خزاف، الخزف، الجنون والحب. باش تكون خزاف لازم تكون مجنون وتكون محب، محب لذاتك ومحب للاخر، وهوني الجوج الاشكال اللي تشوفيهم ولا هما جوج شخصيات موجودين دائما في الاعمال نتاعي، هما الذكر والانثى، اللي هما سر هذا الوجود
وسر هذا الكون، وهن يتربعون هذا هذه الكرة عشت الأرضية. عايشك كلش حلوة، فكرة كلش حلوة. عايشك جميل جدا. عايشك عاشت إيدك. طيب أستاذ أحمد، خلي نرجع يمك شوي ونسأل. البارحة سويتوا فن تقنية الركوة. نعم. زين هذا الراكو يمكن إيه، شنو هذا؟ شلون إجا ببالكم وشلون شفتوا إقبال الناس؟ شوي حدثنا عن البارحة اللي سويتوا. نعم، بالفعل كان إقبال الناس أو معظم الحاضرين، وأنا أهني صراحة زملاء المنظمين على اختيار الموقع في وسط المدينة. كان هناك تساؤل كبير، يبحثوا عن السحر الحركة اللي جالسين يشتغلوا فيها الفنانين. ما شاء الله. وكان يعني معظم ما يعرفوا إيش يعني هذا القطع، وإيش يعني قطع الخزف، وإيش يعني هذه التقنية. فأول ما نعطيهم فكرة هذه الراكو، تاريخ الراكو وممارسات الراكو وأهمية هذه التقنية، بقى عنده فضول يشوف النتائج. فبقى تقريبا ساعة ونص هناك بوسط المدينة بالسوق القلعة أو القلعة، يعني كلش أكو كمية الناس كلش هواية، فأكيد حبوا الشيء. هي التقنية هذه فيها جانب فرجوي كبير برشا، لأنه كنا إحنا كما قلت نقول نأخذ قطعة من الفن في 1000 درجة، سمحني يا أحمد، ونحطوها في الخشب، هناك اشتعال النار، هناك يعني حتى طريقة إخراج القطعة من الفرن بمحامل حديدية. يعني فما جانب فرجوي جميل جدا، وهذه هي التقنية كتقنية، تقنية أصول يابانية تم تطويرها من خلال الخزافين، وكان يعني في سنة 1958 مع الخزاف الأمريكي اللي طورها بالتبخير بالطريقة هذه. وبالتالي هي كما قال أحمد اختيار المكان في هذا الفضاء اللي اعطى طابع وحيوية، وكان فما عديد الأسئلة من الماضين الجماهير يعني تعرفه. شافوا النتيجة، حبوا النتيجة. هو الراكو طبعا شلون كان شعورك؟ تفضل. هو الراكو هنا في العراق بدا يعني يعتبر قديم جدا، يعني من بعد من اصول يابانية طبعا، بحكم طقوس الشاي معاهم وطقوس السيراميك القديم جدا. هي تقنية اصولها ياباني، ولكن احنا يعني ربما نرجع للفنان المسلم ايضا. اكيد اشتغل بهذه التقنية في البريق المعدة، بس بطريقة مغايرة، يقال عنه يعني اختزال داخل الفرن. فهذه تعتبر من ضمن الأشياء، من ضمن المعلومات اللي احنا بالفعل نعتز فيها. والراكو وصل هنا العراق، يعني اخوانا والفنانين القدامى والأساتذة في الخزف، دكتور شليار، دكتور ماهر سامرائي، بدأوا في الثمانينات أو بداية الثمانينات إذا ما خاني ذاكر، يعني تقريبا بداية الثمانينات هم بدأوا، يعني تخيلي من حدود 40 سنه الان واكثر من 30 سنه يخدموا في هذا الراكو. طبعا احنا بدنا نشوف اجواءكم البارحه شلون كانت، يعني عشتيكم والناس مبينه انه هي كلها حابه ومستمتعه وياكم. استاذ حيدر، انت شنو كان شعورك؟ وش قد هذه الاشياء تكون مهمه، انه خاصه يعني احنا دا يجونا حتى ضيوف من خارج العراق يعني ويجون يشاركون وياكم هنا، ردت فعلة الناس شنو كانت البارحه؟ والله يجب ان نوصل رساله للناس انه هاي المدينه تحتضن الحب والجمال. أيوة. والتالف والتاخي، ودنقدم اعمال فنيه ودنقدم متعه للمشاهدين. والكل ممكن يشترك ويشوف، وبلا ممنوعات وبلا تعقيد وبلا بلا اشياء، والفن قريب من الناس، يوصل للناس بسهوله. هي رساله للمحبه وللتاخي. اكيد يعني. دكتور، يعني واحنا كجماهير عراقي كلش نحب الفن ونحب نشوف، يعني اذا نشوف هنا الناس شلون هيك متجمعين حتى بس يشوفون النتيجه، ويشوفون انه انتم جد تصنعون بكل حب، يعني هذا اهم شيء، قدرتوا توصلون الشعور والشغل للناس يعني اكثر اقرب. طيب استاذ محمد، همينة حابه اسال حضرتك، انت في تونس همينة تعطي دورات يعني مثلا عندك طلاب، وشلون تشوف هم اعمالهم كهم يعني خلينا نقول شباب، يعني شلون اكو الفرق من قبل عن هسه؟ ممكن يطورون همينة اكثر، يكون عندهم افكار يعني جديده مختلفه. بالفعل كما قلت لحضرتكم، انا مدير المركز الوطني للخزف الفني تحت اشراف وزارة الثقافة، وهذا المركز يقدم تكوين لجميع شرائح المجتمع، يعني عندنا من 7 سنوات ل70 سنة. والمركز مختص في مختلف تقنيات الخزف، ومن خلال دول تقريب 15 سنة ولا 20 سنة كان عنده دور مهم جدا في إثراء الساحة الفنية بخزافين شبان. ما شاء الله. احنا بالنسبة لنا احنا العراق في التسعينات وقبل التسعينات وحتى بداية الألفية كانت بالنسبة لنا
بالنسبه لنا احنا في ميدان الفنون التشكيليه بصفه عامه وخاصه في الخزف يعني هي نموذج. نعم. نموذج كبير جدا لوجود قامات كبيره جدا في الخزف واسماء كبيره. من خلال المركز حاولنا ان نكون دورات تكوينيه في تقنيات مختلفه، ولكن ايضا انا انظم ملتقى دولي للخزف منذ 10 سنوات، ومن خلال هذا الملتقى اللي بدا سنه 2011 تعرفت على عديد الخزافين العراقيين والخزافين العالميين، وكنت في كل مره ندخل خزاف شاب يشارك في هذا الملتقى، وبالتالي توا من خلال كما قلت لكم 15 سنه او 10 سنوات هناك العديد من الخزافين الشبان اللي ظهروا في تونس. احنا قبل 2000 كان عندنا يمكن 5-6 خزافين، 10 خزافين معروفين، الان توا تقريبا يمكن 30 خزاف، وبداوا عندهم حتى انتشار عالمي من خلال هذه الملتقيات ايضا المهمه جدا في تبادل الخبرات والتعرف على بعضنا البعض. اكيد طبعا احنا جدا مشكورين لحضوركم دكتور حيدر واستاذ محمد واستاذ احمد، انتم نورتونا بالعراق وشرفتونا وشفنا الاعمال الحلوه، واكيد احنا منتظرين شغلات بعد احلى واجمل حتى نشوفكم بعراق مره ثانيه. نورتونا ان شاء الله. شكرا على الاستضافه وخاصه اهتمامكم، لانه الفن والخزاف ما يجب يطوروا الا باهتمام الصحافه والاعلام. فعلا شكرا لكم. شكرا رئيس جامعه جيهان والفنانين اللي قدموا لنا هذه الدعوه، الفنان سعد العاني والفنان دانا نفس الشيء، بالفعل قائمين على دور كبير في هذا الملتقى. شكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.